أحسن الله إليكم الشيخ. بعض الناس يتوضؤون وعندما يصلون إلى غسل اليدين لا يدخلون الكفين في الغسل، فهل يجزئ الوضوء؟ نعم يدخلهما في الغسل، لأن الغسل الأول قبل الشروع في الوضوء هذا سنة أو واجب لقائم من نوم الليل، إنما هو سنة أو واجب مستقل، فلا بد من غسلهما من رؤوس الأصابع إلى ما وراء المرفقين إلى أن يشرع في العضد. نعم.